السلام عليكم. الصوت تمام؟ أموركم تمام؟ المادة كيف معاكم؟ الحمد لله. أوكي، خلينا نبدأ بالتسجيل. أي حدا عنده أي سؤال عن المادة؟ حدا عنده أي سؤال عن المادة؟ تمام، إذا نبدأ اليوم بالمحاضرة اللي هي رقم، خلينا نحكي ممكن تكون طويلة شوي، ممكن تاخد محاضرتين، لكن إحنا رح نعطي فيها اللي هي Constructing an Instrument for Data Collection. نرجع للرسمة اللي بنضلنا نمشي فيها اللي هي الريسيرش بروسيس. فبعد ما عملنا ديفينيشن للريسيرش بروبلم والليترتشر ريفيو، تعرفنا كيف ديفلوبمنت للهايبوثيسز، وعرفنا عن البريبير ريسيرش ديزاين، حكينا انه احنا بدنا نعمل بريبيرنج للريسيرش ديزاين، فبدنا سامبل عشان نطبق عليها الريسيرش، وعرفنا عن السامبلينج. الآن هاي السامبل أنا بدي أخذ معلومات منها، فبدي أعمل Data Collection. إذن وصلنا للخطوة الخامسة اللي هي Data Collection. فشو المقصود بال Data Collection؟ شو الميثودز ل Data Collection؟ هلا ال major approaches to information gathering. There are two major approaches to gathering information about situation, person, problem or phenomenon. لأن اللي هم حكينا سبق وأشرنا إلهم في المحاضرات السابقة، اللي هم اللي primary data والsecondary data. إذن فينا two approaches اللي هم ال primary data والsecondary data، وحكينا أن هم ال primary data it provide first hand information اللي هي تجمع المعلومات من خلال الباحث مباشرة، بينما secondary data it provide second hand information، وعطينا كتير أمثلة عليها. من الأمثلة عليها مثل الريكوردز الموجودة في مثلا دائرة الإحصاءات العامة، الهوسبيتال ريكوردز، الأورجنايزيشنز ريكوردز، أي مؤسسة حكومية فيها ريكوردز وسجلات ممكن نستخدمها، إذا هي تعتبر secondary data. أيضا اللي هي الـ historical and other types of information، مثال عليها الـ articles, the journals, magazines, the books and periodicals in summary. اللي هي إنه primary sources provide first hand information and second source provide second hand. إذن هذا المختصر اللي هي أي مفروض تنزل لتحت. إذن هذا المختصر اللي هي إنه primary sources provide first hand information and secondary sources provide second hand information. في المقصود كيف أنا ممكن أخذ secondary data من ال articles، من ال journals، من ال books. يعني أنا ممكن إني أنا أكتب research زي ما حكينا لما عملنا literature review، يعمل research يلخص عندي الدراسات المنشورة، فهي بنسميها review article. هاي ممكن انها تعتبر انها اخذت article او معلومات already منشورة، already موجودة، دراسات already موجودة، وعملت لها summarization بالreview article وطلعت على شكل review article. لذلك هاي ممكن اللي هي review article استخدمت data already موجودة، لذلك هي تعتبر secondary data. إذن methods of data collection، في عنا primary sources و secondary sources. نجد secondary sources مشان نخلص منها اللي هي documents، اللي هي government publications زي ما حكينا، earlier research، census إحصائيات، personal records، client histories and service records. إذن أي records ممكن، أي سجلات موجودة عندي ممكن إني أطلع منها data أجمعها، هذه إيش تعتبر اللي هي secondary sources. هلا احنا تركيزنا رح يكون على البرايمري سورسز. انا كريسيرشر بدي انا اجمع الداتا، كيف ممكن اجمع الداتا؟ مينلي في عنا ثلاث طرق: الاوبزرفيشن، الانترفيوينج، والكويستشنير، وسبق تطرقنا لهم، لذلك رح تكون شبه المعلومات عندكم يعني موجوده، لكن احنا هون بدنا نرتبها بشكل كميثود اوف داتا كوليكشن. primary sources اللي هي observation, interviewing والquestionnaire. The questionnaire في mail the questionnaire collective questionnaire،
interview في structured unstructured والobservation هي participant non-participant رح نحكي عن أنواع هاي كلها. Then collecting data using primary sources, there are several methods that can be used to collect primary data زي ما حكيت. لكن the choice of a method depends upon إنه أي طريقة ممكن أختار ممكن تعتمد على the purpose of the study, the resource available, the sources available حوالي, the skills of the researcher, the socio-economic demographic characteristics of the study population. يعني أحياناً educational level هل أنا المشاركين ممكن يكونوا أميين لذلك أنا ما بقدر أعطيهم questionnaire مثلاً مكتوب لذلك ممكن ألجأ للinterview ممكن ألجأ للobservation. إذن هاي عوامل ممكن إنها تأثر على طريقة استخدام أو اللي هي method of data collection. ف الانسترومنتس اللي مقصود فيها اللي هي ممكن اللي هي الأداة اللي أنا بستخدمها للداتا كوليكشن ممكن لازم إنها تكون accurate and systematic data collection is critical to conducting scientific research. هذا بعطينا أهمية إنه أنا الداتا اللي باخدها اللي بجمعها يجب إنها تكون accurate لذلك حتى to measure what it's supposed to measure. إذا أي شيء أنا بجمعه لازم هذا اللي هي بنسميها الفاليديتي ورح نحكي عنها اللي هي to be accurate and measure what it's supposed to measure. يعني أنا لما أعمل questionnaire حتى يقيس مثلا عندي درجة الدبريشن لازم إنه هذا الأسئلة تبعت الكويستشنير هذا فعلا تقيس الدبريشن. لذلك إن هذا شيء مهم خلال لما أعمل data collection form لما أعمل questionnaire. إذا should be accurate and systematic data collection is critical in conducting scientific research. Also, data collection allows us to collect information that we want to collect about our study objects. يعني للمعلومات اللي احنا بحاجة, variables اللي احنا بحاجة لإلها لإجراء الدراسة تبعها. Attitudes, personalities, beliefs, ممكن نعرف مثلا perceptions معينة, مفاهيم معينة, تفضيل معين, لاستخدام أداة مثلا, لإجراءات معينة. إذن هاي كلياتها من خلال نقدر نقيسها من خلال Data Collection Instrument. This will depend on research type. Methods of data collection include documents, reviews, observation, questioning, measuring, or a combination of different methods. إذن هاي هي نحن بنحكي استخدامات هاي Data Collection Instrument بطرق مختلفة. Okay. إذا نرجع لأول شيء اللي هي الأوبزرفيشن إحنا نرجع للمخطط هذا. إذا أول شيء كانت عندنا الأوبزرفيشن ولاحظوا في منها participant ونان participant. إذا method of data collection observation أول واحدة participant ونان participant. Observation is one way to collect primary data. إذا بتتذكروا هي واحدة من الطرق اللي حكينا ممكن تكون design في اللي هي qualitative research وهي أيضا تستخدم طريقة للداتا كوليكشن في qualitative research. So it is a purposeful, systematic and selective way of watching and listening to an interaction or phenomena as it takes place. إذا هي واحد بقعد بشاهد بسمع للي حواليه لحتى ياخذ نوتس ويشوف كيف ممكن إجراء شيء معين. For situations in which observation is the most appropriate method of data collection, أنت ممكن أفضل وقت إني أستخدم الobservation. ونرجع بحكي الobservation هي كديزاين في qualitative research وأيضا it's a method of data collection. أنت ممكن أستخدمها when you are more interested in the behavior than in the perceptions of individuals. يعني أنت ممكن مثلا تشوف بدك تشوف dietary patterns لمجموعة معينة, ascertain the functions performed by a worker مثلا مثلاً الworkers مثلاً nurses بيشتغلوا بمستشفى بطريقة معينة بطريقة صحيحة أو لا. فأنت you are interested in the behavior that هاي participants ممكن they behave أكثر من إنه تأخذ مفاهيمهم تأخذ معتقداتهم, لا أنت بدك تشوف البيهافير تبعهم. لذلك نرجع للobservation. And when subjects are so involved in the interaction that they are unable to provide objective information about it. أيضا ممكن السبجكتس يكونوا ما عندهم القدرة على إنهم يعطونا معلومات عن شيء معين. وفي هذه الحالة مثلا كمثال عليها the respondents either are not cooperative or are unaware of the answers.
يعني بكون ممكن كبار بالسن ما بيقدروا مثلا يعطونا معلومات معينة محددة، فيو أوبزيرف ذير أكشنز لحتى أنت تعمل الريسيرش تبعك وتجاوب على الريسيرش كويستشن تبعك. إذا types of observation إحنا حكينا في participant و non-participant observation. ال participant observation اللي هي بحيث إنه يكون نفسه ال observer بيكون عامل حاله من ضمن ال members أو الأعضاء أو ال participants في الدراسة، بحيث إنه هن ما بيعرفوا إذا هو إنه هو عم بعملهم observation. النقطة الثانية ممكن non-participant observation اللي هو جزء إنه قاعد وبياخد منهم الملاحظات لحتى من غير ما يعمل حاله منهم، هو معروف إنه قاعد عم بيعمل observation إذا من غير ما يكون participant معهم. إذا the participant observation when the researcher participate in the activities of the group being observed in the same manner as its member with or without their knowing that they are being observed. إذا هو بيشارك معهم بالactivities اللي بيقوموا فيها. هاي مثلا ممكن بلجأوا لها to study the life of a prisoners and pretend to be a prisoner. إذا هو لازم ينخرط في حياة ال prisoners ويشاركهم بحياتهم لحتى يعمل observation. They may know or not إنه هو بيكون إنه as a observer، لكن he must مثلا participate in their مثلا في ال life وفي ال activities اللي هم بيعملوها. Non-participant observation when the researcher do not get involved in the activities of the group but remain a passive observer, watching and listening to its activities and drawing conclusions from this. إذن هو فقط passive وعد من غير أي مشاركة، لكن فقط بلاحظ إنه ال participants مثلا activities كيف تجرى لحتى يسوي البحث طبعا. فمثال عليها to study the functions مثلا carried out by nurses in a hospital، بس بشوف كيف هم بيشتغلوا، كيف البيهيفير تبعهم بالتعامل مثلا مع شيء معين، وبعمل conclusions لحتى اطلع منها لنتائج لدراستي. Problems with using observation as a method of data collection. اول شيء في شيء اسمه الهوثورن effect، وثاني شيء اللي هو الobserver bias. بالنسبة للهوثورن effect اللي هي when a change in the behavior of persons or groups is attributed to their being observed. يعني مثال عليها، انت لما تكون حاس حالك مراقب، لما تكون حاس حالك انك انت في حدا عم يسجل لك الاشياء، الاتيتيودز اللي انت عم تعملها، البيهيفير تبعك عم مراقب بشكل ما، فهذا ممكن يؤدي تشينج في البيهيفير، ممكن تصير انت مور ايديال، ممكن تتجنب تصرف بشكل طبيعي اكثر من لما انت يو ار نوت اوبزيرف. لذلك لما نرجع للبارتيسيبنت اوبزرفيشن مثلا ويكون مشارك بالاكتيفيتيز ويكون not known انه هو عم بيعمل observation، فهي الطريقة لحتى نتحكم فيها او نقلل منها تأثير الهوثورن effect، بحيث انه there will be no change في الاتيتيودز والبيهيفيرز اللي جروب اللي بيكون فيها مشاركين في الدراسة، لانهم ما عم بيعرفوا انهم they are being observed. المشكلة الثانية ممكن تكون في الـ observation as a method of data collection اللي هي observer bias. وسبق حكينا عن الobserver bias. الobserver bias ممكن يكون انه عنده مثلا انه بده الresults تكون باتجاه معين، لذلك هو لا شعوريا بصير ممكن يتحيز للinterpretation للobservations ممكن انها لجهة معينة. ايضا الobserver bias تأثير اللي هي الinterpretation drawn from observations may vary from observer to observer. يعني ممكن انا الobserver مثلا كان اكثر لنفس البحث في ثلاث اربعة ممكن يكونوا observers للgroups او الparticipants اللي معنا، فممكن الشيء يفسره الobserver الاولاني بشكل مثلا ايجابي، بينما الobserver الثاني شكل يفسر نفس الشيء بشكل سلبي، فهذه الاختلافات ممكن تؤدي للobserver bias. أيضا there's the possibility of incomplete observation and or recording which varies with the method of recording. يعني أيضا أحيانا ممكن تكون ما تكتمل الـ observation مثلا طريقة الـ observation والـ recordings ممكن تكون مثلا لسبب ما مثلا غير مكتملة، فهي أيضا ممكن تؤدي لحدوث الـ observer bias. فهي من الـ methods، هاي من الـ problems ممكن أنها تواجهنا في
الobservation as a method of data collection. إذن هي الهوثورن إفكت إنه الاتيتيودز تختلف والبيهيفيرز تختلف للمشاركين لأنهم عارفين إنهم عم بتراقبوا، والأوبزيرفر بايس لأن نفس الأوبزيرفر ممكن إنه يدخل بايس من خلال تحيزه لشيء معين، سواء ممكن يكون عارفه intentionally أو unintentionally. وأيضا ممكن يكون الاختلافات ما بين الأوبزيرفرز لهذه الدراسة. Okay. So situation in which observation can be made. Observation can be made under two conditions, natural or control. Natural observing a group in its natural operation rather than intervening in its activities, while controls introducing a stimulus to the group for its to react and observing the reaction. Then natural in here, من غير أي تدخل فقط أنا observe الاكتيفيتيز لهي الجروب او البارتيسيبنتس معينه، مثلا طلاب في مدرسه، مثلا نيرسز في مستشفى، فيزيشن ستودنتس مثلا في قاعه، انه بشكل ناتشرال فقط اوبزرف شوف شيء ممكن يكون، او ممكن تكون كنترول بحيث انه انا بعطي ستيمولس، ممكن مثلا في قاعه اني اشوف مثلا اعمل في قاعه تدريسيه مثلا اعمل انترفنشن معين بحيث مثلا لو اعرض فيديو مثلا اشرح فيه الماده بشكل فيديو بشوف كيف انطباعات الطلاب عليها بشكل observation. فانه اذا هاي بتكون control بحيث انا عملت stimulus وبشوف الرياكت وobserve للاشياء اللي ممكن تكون تختلف مع المشاركين في هذه الدراسه. النقطه الثانيه اللي هي الانترفيو. الانترفيو حكينا هي نرجع للمخطط، الانترفيو اللي هي ممكن تكون structured و unstructured وفي ايضا semi structured. اذا الميثود الثاني هو data collection of primary sources، الانترفيوينج structured unstructured وفي ايضا semi structured بالموجوده بالرسمه. فشو المقصود بالانترفيوز؟ consist of collecting data by asking questions. Data can be collected by listening to individuals, recording, filming their responses, or a combination of methods. إذن هي أنا بكون عندي participants مش فقط بعمل observation، لا أنا بدي أسألهم أسئلة، فممكن هاي الأسئلة والسؤال والجواب أعمل له تسجيل، ممكن إني أعمل له اللي هي أسمع لهم شو بحكوا، فبالتالي هاي كلياتها طريقة من خلال interview اللي هي المقابلة. So there are the three types of interview, زي ما حكينا structured, semi-structured, and in-depth interview. The structured interview and structured interviews, the questions are well, as well as their order is already scheduled. يعني أنا في interview فعندي أسئلة معينة بدي أسألها، وأيضا الأوردر تبعها كلياته واضح عندي، قائمة بالأسئلة بدي أسألها للparticipants، هاي بنسميها structured interview. Your additional intervention consists of giving more explanation to clarify your question if needed and to ask your respondents to provide more explanation if the answer they provide is vague. Probing. يعني شو المقصود فيها؟ إذا أنا عندي structured interview الأسئلة جاهزة والأوردر تبعها بأوردر معين واضح عندي قبل بداية المقابلة. شو ممكن انت كريسيرشر شو ممكن تضيف على هذه المقابله؟ اول شيء اذا كانت سؤالك مش واضح فانت ممكن توضحه للمشارك معك في الدراسه، او في اذا كان انه الجواب اللي انت اخذته غير واضح ممكن انك تحقق مع المشارك لحتى توصل للجواب الصحيح او الجواب اللي ممكن هو بده او قاصد انه يجاوب. اذا هاي هي الاديشنال انترفينشنز اللي ممكن نضيفها researchers في structured interview. The semi-structured interviews include a number of planned questions, but the interviewer has more freedom to modify the wording and order of the questions. إذا في semi-structured interviews الأسئلة موجودة عندي أمامي، لكن interviewer ممكن إنه يغير في الكلمات، يغير في الwording، بحيث انه والاوردر حتى ممكن يغير الكويستشن حسب السيتويشن اللي هو فيه. يعني احيانا ممكن يحس انه هلا صار لازم اسال هذا السؤال مع انه مش هلا ترتيبه، هلا ممكن اني انا مثلا هذه الكلمه لو احكيها بطريقه او هذا السؤال احكيه بهذه الطريقه ممكن يكون اوضح. اذا انا نفس الاسئله موجوده عندي لكن ممكن احكيها بكلمات وترتيب مختلف، هاي بنسميها سيمي ستراكتشرد انترفيو. In-depth interviews اللي هي unstructured. It is less formal
and the least structured, in which the wording and questions are not predetermined. ما بيكون عندي أنا أسئلة معينة أو محددة من قبل، لكن أنا ممكن إني عندي موضوع معين بدي أعرف مفاهيم الناس عنه، فبصير أسأل من جميع الاتجاهات عن الموضوع هذا المعين. أنا عندي فريدم، عندي مساحة، عندي إنه أنا بقدر أغير الأسئلة أو بقدر أحكي أسئلة اللي أنا بدي إياها، فهي مقابلة ما فيهاش unstructured، ما في أسئلة محددة، لكن أنا بدي أعرف شو معرفة هذا الparticipants عن موضوع معين، فبصير أسأله أسئلة من عندي لحتى إنه أعرف معرفته بشكل كامل عن هذا الموضوع أو رأيه أو whatever حسب research question. But this type of interview is more appropriate to collect complex information with a higher proportion of opinion-based information. إذن هذا النوع من أنواع المقابلات هي تستخدم لحتى معرفة زي ما حكيت قبل شوي اللي هي الopinion أو الperception مفهوم معين، فأنت بهمك تعرف مفهوم الparticipants في المشاركين معك في الدراسة. يعني مثلا لو أجينا بدنا نعرف مثلا ليش في ناس ما بتلبس الكمامات في التجمعات، فمنسوي معهم interviews، بتضلك تسأل فيهم أسئلة لحتى ما تعرف فعلا هو شو قناعته من ناحية إنه ليش ما بده يلبس الكمامات. فهي نقدر نعمل فيها research بهذه الطريقة لحتى بالآخر نحكي ممكن إنه قناعات الناس إنه ممكن توصلنا انهم they don't believe that there is a COVID-19 virus, they don't believe that انه مثلا انه ما بتحملوش الكمامه، ممكن انه بيعتبروها it's not practical او انها مش طريقه ما بنعرف شو احنا مفهومهم هذول المجموعه الناس اللي مش راضين يلبسوا الكمامات في التجمعات وبمارسوا حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من الظروف والاشياء اللي عم بتصير حواليه. إذن هاي هي التايب انترفيو، فأنت بتحقق معه وبتسأله سؤال من يمين من شمال من هون من هون، بدك تفهم شو طريقة تفكيره لحتى يتصرف بهذا السلوك أو هذا أو الرأي تبعه. The advantages of interview administered questionnaires. أول شيء collect complete information with a greater understanding. إذن هو لما أنت تسأل المشاركين رح يكون عندك greater understanding وعندك تاخذ information بشكل كامل. It is more personal as compared to questionnaires, allowing us to have higher response rates. إذا أنت لما يكون في واحد بقابلك رح تجاوبه مش زي لما يجيك questionnaire ممكن بكل سهولة إنك تفشل عنه بإيميل مثلا تعمل له delete ولا إجاك مثلا على الفيسبوك شفته تسكيب وتروح لبوست تاني. إذا it is more personal. صعب إنه واحد يجي يسألك بدي أسألك كم من سؤال إنك just skip it. لا أنت you have to answer it. لذلك the response rate هيكون أفضل في interviews. It allows for more control over the order and the flow of questions. مش زي الكويستيونير أحيانا بالسيمي ستراكتشرد وبالخصوصا بالاندبث انترفيوز أنت you can control the flow والorder للquestions. We can introduce necessary changes in the interview schedule based on initial results. أحيانا أنت بتعمل المقابلة ممكن تلاحظ إنه السؤال عم بتكرر إنه مش واضح مش مفهوم من قبل المشاركين في الدراسة، فبالتالي أنت you may introduce your changes للأسئلة لحتى تصير واضحة في الدراسة. Allow participation by illiterate people. الناس اللي ما بيقدروا يقرأوا إنهم ممكن إنهم يشاركوا في الانترفيو administered questionnaire. And it is good for complicated question as it allows clarification of ambiguity. إذا أي سؤال ممكن يكون معقد فأنت ممكن تستخدمه في الانترفيو administered questionnaires لأنها في معك مجال للتوضيح. لكن لها disadvantages إنه data analysis especially when there is a lot of qualitative data is complex. يعني صعب إن إحنا بال qualitative data نعمل analysis، ما رح يطلع لنا شيء رقمي. Like في الكواليتيف داتا بصيروا يعملوا بسموها سيماتيك اناليسيس، بحيث انه مثلا انا اخذت عينه 20% منهم مثلا مقتنعين انه الكمامه فعلا ضروريه، 30% حكوا انه بنحط بين قوسين انهم حكوا انه انا ما برتاح فيها. فلذلك انه الكواليتيف اناليسيس داتا صعب تحليلها، انت ممكن كل ما كبرت العينه تكون تحليلها اصعب واصعب مور كومبلكس. فهي disadvantage للinterview administered questionnaires. أيضا interviewing can be tiresome for large numbers of participants زي ما حكيت،
And risk of bias is high due to fatigue and to becoming too involved with interviewees. إذا فيها مجال للتعب لأنها هي فيها جهد كبير إنك أنت بدك تعمل مقابلة مع عدد من المشاركين في الدراسة. و more costly and time consuming. Answers may be influenced by interviewer or participant interviewer relationship. ممكن إذا في الانترفيور بيعرف الparticipants فممكن تتأثر الانسرز وبأدي لحدوث bias. أيضا should be as standardized as possible. Awarding the non-verbal signals, the tone of voice will probing. يعني أحيانا حتى من خلال السؤال لازم إنه يكون في standardization لنوع السؤال وطبيعته وحتى نبرتك في السؤال. أحيانا إذا أنت رفعت النبرة مثلا ممكن ينبه الانترفيور إنه أو الشخص اللي أنت بتعمل معاه المقابلة إنه هذا سؤال مهم. وجيت مع الشخص الآخر بدك تقابله وسألته نفس السؤال لكن بتون مختلفة ما رح يكون انتباهه للسؤال زي البارتيسيبنت الأول رح يؤدي لحدوث نوع من أنواع البايس. لذلك هاي الأشياء حتى هاي الأشياء الدقيقة should be standardized. لذلك بنعمل للريسيرشرز اللي بدهم يعملوا انترفيو بنعملهم تريننج قبل بدء الدراسة لحتى إنه الكل يعطي بشكل واحد موحد أكثر ما بنقدر للسيجنالز اللي ممكن يستخدموها أو حتى التون اوف فويس والوردينجز اللي ممكن يستخدموها من خلال الانترفيو. إذا لازم يصير للريسيرشرز لحتى نقلل البايس ويصير في ستاندردايزيشن نعملهم تريننج لحتى يطلعوا بنفس النتيجة ونقلل حدوث البايس في الانترفيوز. الكويستيونير اللي هو الاستبيانات اللي سبق كتير مر عليكم منها سواء من خلال الفيسبوك من خلال الإيميلز بيجي لكم ممكن خلال ورقيا خلال محاضرات كان ممكن تعبيلنا الكويستيونير أو الاستبيان الآتي فهي مرق عندكم بشكل كبير كل واحد سبق ومرق عليه شو هو الكويستيونير أو الاستبيان. فIt is a data collection instrument consisted of a series of questions and other prompts for the purpose of gathering information from respondents. إذا هدفنا في الكويستيونير إيش؟ اللي هي collecting data from respondents. وكان الكويستيونير was invented by Sir Francis Galton. هو كان أول من اخترع الكويستيونير. Steps required to design and administer a questionnaire. أول شيء defining the objectives of the study. Define the target respondents and methods to reach them. Questionnaire design. Pilot testing, questionnaire administration, and results interpretation. إذا في عنا خطوات معينة لحتى إنه أنا أعطي الكويستيونير. أول شيء أنا بدي أعرف الدراسة شو هدفها. الدراسة في لازم يكون لها objectives تمام. Define the target respondents and methods to reach them. إذا أنا مين هم respondents مثلا بدي هم طلاب مثلا الطب سنة تانية. وهدفي بالدراسة مثلا أسألهم عن الأونلاين الـ teaching الـ online learning خلينا نحكي. فأنا حددت الـ objective للـ study وحددت مين هم الـ respondents فبعمل الـ questionnaire. هلا بحط الأسئلة اللي أنا بدي أسألهم إياها بعمل الـ questionnaire design. السؤال الأول مثلا بدي أشوف بدي أسأل عن الـ age بدي أسأل عن gender بدي أسأل مثلا عن مثلا أي كلية أسأل. إذا أنا في هذه الحالة إذا أنا بعمل questionnaire design. إذا كانت مثلا دراستي طبية ممكن أسأل مثلا عن body mass index ممكن أسأل عن الطول الوزن وأنا بحسب body mass index ممكن أسأل مثلا عن أشياء اللي هي بالمختبر. إذا أنا لازم أعمل questionnaire design. بعديها بعمل pilot testing. شو المقصود pilot testing؟ أنا بوزع questionnaire اللي عملته على مجموعة حوالي 10 أشخاص وبشوف مثلا هل فهموا الأسئلة هل فعلا هي كانت measured what it's supposed to measure. بتأكد من الـ validity الكويستيونير تبعي بحيث إنه أنا فعلا لما يجي يجاوبوا respondents على الأسئلة إنه فعلا هم جاوبوها بالشكل وفهموها بالشكل اللي أنا بدي إياهم يفهموه. فبجربها على عدد معين عدد قليل من المشاركين 10 وهدول will not be included في الـ study ولا بالـ results تبعها لحتى أطلع بالـ final مثلا version of the questionnaire. فبعديها بعمل questionnaire administration بقدم الكويستيونير للمشاركين معي في الدراسة وبناء على النتائج بعمل results interpretation بعد التحليل نعمل اللي هي results interpretation.
Then defining the objectives of the study, a questionnaire should allow us to collect the most complete and accurate data in a logical flow. This is done in order to reach reliable conclusions from what we are planning to observe. A well-designed questionnaire should meet the research goal and objectives and minimize and unanswered questions, a common problem bound to many surveys. إذن هدفنا إحنا بالdefine objective of the study يكون أسئلتنا موحدة باتجاه معين لحتى نوصل لشيء معين نقيسه وبالتالي إنه إحنا نحقق الgoals والobjectives في تبع الresearch ويجب إنه كمان ننتبه لشغلة اللي هي الquestions اللي ممكن إنه ما يتجاوب عليها لسبب ما فهاي مشكلة عندنا في الquestionnaires اللي ممكن نقدمها في survey research اللي هي الإحصائيات أو الاستبيانات. Well, objectives in designing questionnaires, there are two main objectives in designing questionnaires. I would say to maximize the proportion of subjects answering our questionnaires, either to obtain accurate, relevant information. اللي هي سبق وحكينا عنها اللي هي response rate أنا بهمني. إذا مهم عندي أنا من خلال ديزايني للquestionnaire إنه أنا أنتبه للresponse rate. تمام؟ إذا considering carefully how we administer the questionnaire, كيف أنا ممكن أوصل الquestionnaire؟ إذا بدي مثلا أشوف الpublic معناته أفضل شيء أوصلهم بالسوشيال ميديا. إذا بدي أشوف مثلا الطلاب معناته أوصل لهم في محاضراتهم. بدي أوصل مثلا الpatients إذا بدي أروح للعيادات. إذا أنا لازم consider how we administer the questionnaire, كيف ممكن أقدمه للمشاركين معي. Explain the purpose of the survey. لازم إني أشرح لهم هدفي من هذا السيرفي لحتى أقنعهم في الدراسة أنها لها آثارها الإيجابية ممكن مش على المشارك نفسه لكن على المجتمع رح يستفيد لما يعرفوا مثلا إنه شو تأثير أخذ الميديكيشن هذا على حدوث كانسر معين فبالتالي أنا ممكن أقنعه بالدراسة فreminding those who have not responded إنه ممكن أنا أبعت لكوستشنير وما يجيني رد فبرد ببعث لهم مرة تانية as a reminder فهاي to increase the response rate. إذن response rate لازم أنا أشتغل لحتى increase the response rate اللي هي من ناحية تقديم الكوستشنير ممكن أحيانا وقته ممكن يفرق يعني أنا ممكن لما أجي بدي أعطي كوستشنير بالأونلاين أجي أعطيه مثلا بفكر فيها بدي حتى أخذ response عالي بدي انزله عن طريق مثلا الفيسبوك بنزله امتى؟ لما بدكم انتم تنزلوا مثلا بوست على الفيسبوك لما بدكم لايكات كثير عليه امتى بتنزلوا؟ خميس مساء لحتى الناس تكون معاها الجمعه تكون معطله قاعده مخمخه وسهرانه الخميس فهيك بصير عندكم لايكات اكثر للبوست نفس الشيء الكوستشنير الكوستشنير انا بدي ريسبونسز اكثر فاذا بدي انزله من خلال السوشيال ميديا امتى بنزله؟ خميس المساء أو إنه الجمعة الصبح. إذا في هذه الحالة أنا بدي أفتح مجال للمشاركين بدي أكثر مشاركين يجاوبوا معي الكوستشنير تبعي. إذا بعثته لأحد الصبح كيف راح يكون الريسبونس ريت؟ إذا حدا نزل بوست على الفيسبوك لأحد الصبح ما حدا فاضي. قليل جدا، فقلت لكم خبرة بهالموضوع أنا بعرف. ف لذلك إذا الريسبونس ريت أنا لازم أشوف الطريقة اللي بدي أعطيها للكوستشنير من ناحية التايمينج من ناحية الوسط اللي بدي أستخدمه من ناحية كيف أنا ممكن أحقق ريسبونس ريت عالي وأحدد أيضا البيربز لدراستي بحيث أقنع الناس إنه فعلا أنا نتائجي والله غير تكون مفيدة غير تستفيدوا منها لو بشكل غير مباشر فأيضا reminding those who have not responded إني أرجع أبعث لهم لحتى يجاوبوني بذلك أنا هذا الشيء بيهمني في الكوستشنير. النقطة الثانية اللي to obtain accurate relevant information for our survey أنا بدي معلومات صحيحة لحتى أنا تقيس what is supposed to measure this can be achieved by considering the length of the questionnaire إذا أنا لما بدي شيء ينقرأ بدي شيء فيديو ينشاف بدي أي شيء مثلا أي participation يكون لها response معين فلازم I should consider the length of the questionnaire إذا ما بصير أعطي questionnaire 5-6 صفحات لحتى إني أنا أجاوب أسئلة research question كثيرة لكن ما رح يكون في ناس رح تقدر تجاوب الـ5-6 صفحات لذلك كل ما اختصرت الـ questionnaire وفعلا اختصرتها على الـ variables أنا بدي إياها
ذلك راح يكون راح تعطيني accurate relevant information. ليش؟ لأنه ممكن طول ال questionnaire يصير آخر كم من سؤال يعملها check 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 من غير ما يقرأ السؤال لحتى يخلص وخلص إنه يعتبر حاله participated، فبالتالي it will not be accurate. أيضا giving some thoughts to what questions we ask, how we ask them, the order we ask them in, and the general layout of the questionnaire. إذا لازم إحنا الأسئلة نشوف كيف ممكن نسألها، كيف الطريقة نقدمها وما إلى ذلك، حتى أني أحصل على accurate information زي اللي بدي إياها لحتى أجاوب research question تبعي. Define the target respondents and methods to reach them. The researcher should clearly define the target study population from which she or he collect data and information. The main methods of reaching the respondents are the personal contact, email-based questionnaires or telephone interview, بحيث إنه إحنا target respondents اللي هم إحنا بدنا إياهم يشاركوا معنا في الدراسة وسبق وضحناها. Questionnaire design, writing the questionnaire, اللي هي deciding what to ask, واللي هي what are open and closed-ended questions. إذا في عنا اللي هي لما بدنا نحنا نستخدم الكويستشنير بدنا نحدد هل إحنا بدنا نستخدم open or closed ended questions، رح نحكي شو مقصود فيها. النقطة الثانية اللي هي points to be considered when writing and interpreting questionnaires في clarity rephrasing with sensitive questions، هاي النقاط لازم ننتبه لها لما بدنا نكتب الكويستشنير. أيضا length of the questionnaire, arranging of the questions والintroduction, personalized letter and ending. رح نحكي عنهم واحدة واحدة. Deciding what to ask, there are three potential types of information. أنا شو بدي أسأل بالكويستشنير تبعي؟ بدي أجمع الفاريبلز اللي بدي إياهم للدراسة. شو هن الفاريبلز اللي أنا معي في الدراسة وسبق حكينا عنهم. بدي أعرف معلومات عن dependent variables وبدي أعرف معلومات عن independent variables. بدي أخذهم أجمعهم. إذا information we are primarily interested in. والinformation which might explain the dependent variable اللي هم الindependence، وأيضا ممكن أيضا نجمع أسئلة ونحطها عن الconfounding variables، الأشياء اللي ممكن extraneous variables اللي ممكن تأثر على الدراسة تبعي. فهاي أيضا ممكن لحتى أعملها adjustment خلال statistical analysis لحتى أني أشيل تأثيرها وأعرف العلاقة المباشرة ما بين الdependent والindependent variable by controlling the confounding variables. إذن هاي الأشياء ممكن أنا هي تحددني what to ask في الكويستشنير تبعي. نيجي نحكي شو طبيعة الأسئلة ممكن تكون open and closed question ended questions. اللي هي question could be open format questions that are without a predetermined set of responses و closed format questions that take the form of multiple choice questions. إذن إحنا الامتحانات مثلاً MCQ questions تبع في الامتحانات هي تعتبر closed format questions. The open format questions اللي هو الاستاي امتحانات إذا كانت على شكل استاي مثلاً describe مثلاً mention فبالتالي هاي تعتبر open format question. أذكر علل هاي كلياتها open format question. بينما لما تكون multiple choice questions هاي نحكي عنها closed format questions. For open-ended questions, the researcher does not provide any option to answer. Questions are open to any descriptive response. The examples of open-ended questions, same حكينا, how would you, what would the results if, how would you describe. إذا أنا بفتح مجال للمشارك إنه يجاوب عن الأسئلة تبعتي. Types of closed اللي هي forced choice format. أنا عندي أجوبة معينة. بدك واحدة منهم تكون هي جواب. Choice of categories ممكن يكون اللي هي for example what is your marital status, single, married, divorced, widowed. إذا هذول فقط الحالات اللي ممكن تكون فيها marital status بدك تجاوب واحدة منها. ممكن تكون اللي هي likelihood questions اللي بحيث إن أنا أجاوبها اللي هي strongly disagree, disagree, cannot decide, agree, or strongly agree. إذا هاي ممكن يكون اللي هي على طريقة تدريجية هاي ف هاي ممكن هي likelihood questions. النقطة الثالثة ممكن تكون differential scales بحيث إنه how would you rate مثلاً the presentation from 1 to 10. فبالتالي هاي ممكن تعطيك وممكن تكون على شكل diagrammatic كمان اللي هي ممكن نعمل زي خط زمني أو خط بحيث إنه تحط شحطة وين أنت ممكن تقول أي اتجاه to extremely dull مثلاً أو extremely interesting. فهاي differential scales بنسميها إنه أحط تدريجي أو على شكل خط زمني أو خط سهمي خلينا نحكي بحيث إني أنا أحدد
مثلا rate لsomething. بس اللي هي من اسمها اللي هي تحدد لي circle the clinical مثلا specialties you are particularly interested in. فأنت you may choose more than one option من مثلا options الموجودة. هي مسميها checklist. و الرانكينج بحيث انه الترتيب ممكن من 1 to 8 ترتب لي مثلا الفولوينج مثلا الانترست تبعك في الفولوينج السبيشاليتيز مثلا. فهي بنسميها الرانكينج. هاي كلياتها اكزامبلز على الكلوزد فورمات كويستشنز. هم اسئله ممكن يكون لايكلي كويستشنز ديفرنشال سكيلز والتشيك ليست والرانكينج. Advantages of open or closed format. Open format allows exploration of the range of possible themes arising from an issue. إذا إحنا بنستكشف the range of possible themes arising from an issue. إذا الopen format فيها مجال للexploration لأشياء ممكن أنت ما خطرت على بالك كفاحص، لأنه يعني في مجال صار فيها للتعبير وللكتابة. وcan be used even if a comprehensive range of alternative choice cannot be compiled. إذا هاي أيضا تستخدم إذا إحنا ما بنقدر إحنا نحط choices بشكل محدد، فبنعطيهم مجال لحتى يجاوبوا الأسئلة تبعهم. هاي الأوبن فورمات هاي الأدفانتجز تبعها ممكن إذا تعتبر هي نوع من أنواع خلينا نحكي الكواليتيتيف داتا، لأنه إحنا صار عندنا هون الداتا الموجودة عندنا بشكل كلامي مكتوب. Closed that is forced choice format هي الـ MCQ خلينا نحكي أو غيرها زي ما الفورمات اللي حكينا. شو الأدفانتجز تبعها؟ أول شيء إنها easy and quick to fill in. It minimizes discrimination against the less literate or the less articulate. كيف يعني أنا لما بدي أعطيهم للأوبن فورمات أسألهم أسئلة أوبن لناس ممكن يكونوا إلتريت، فممكن يكون صعب عليهم يعبروا، بينما في الكلوزد فورمات في هذه الحالة ممكن they can مثلا هم مطلوب منهم يقرأوا الأجوبة 1 2 3 4 they can check. هي بتقلل discrimination against less literate. أيضا ممكن يكون ناس less articulate إنهم ما بيقدروا أيضا إنهم يعبروا عن حالهم، فهذا في الانترفيو questionnaires مثلا في الopen format مثلا ممكن هم فقط كلمتين يذكروها كجواب، لكن هم بيكون عندهم إشي كتير ينحكى. فالclosed format بتحدد لهم مثلا إجاباتهم ممكن تكون 1 2 3 4 ممكن تعبر عنهم أكثر، اللي ما بيقدروش يعبروا عن حالهم فممكن الأجوبة لما تكون جاهزة أمامهم يكون أسهل لهم للتعبير. Easy to code, record and analyze results quantitatively. وهذا أهم شيء فيها. إذا أنا لما أحط السؤال وأحط رح نحكي عن الكودينج إحنا اللي هي أنا لما أحط السؤال رقم 1 يكون إجاباته اللي هي مثلا A, B, C, D. فبهذه الحالة أنا لما بدي أفرغ هذا الاستبيان على الإكسل شيت ورح نحكي عنها كيف رح تتفرغ، رح ممكن إني أنا أعطي مثلا للA تكون الكود تبعها 1 والبي تكون الكود تبعها 2 وضلها زي ما هي A, B, C, D، لكن أنا مش مضطرة أني أحط على شكل اللي هي كلام. فهاي easy to code, record and analyze results quantitatively، بالتالي أنا بقدر أعمل statistical analysis و easy to report the results، فبالتالي نقدر نحط associations ونحط descriptive analysis. النقطة الثانية الـ points to consider to be considered when writing and interpreting questionnaires. حكينا اللي هي clarity واللي phrasing والsensitive questions، راح نحكي عنهم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال؟ أموركم تمام؟ عبد الله تفضل. دكتورة كنت بدي أسأل بالobservation إنه هسه لو كان يعني إنه معهم يعني بيعمل الأنشطة بس إنه مش حكي لهم إنه يعني قاعد براقب فيهم، إنه قاعد بعمل معهم بس براقبهم وإنهم مش عارفين إنه يعني برصد المعلومات. أوكي. شو بكون هذا نوع إنه observation ولا قصدي participation ولا non participation؟ participant هو يعني المقصود فيه إنه مشارك في الدراسة وهو بشاركهم الاكتيفيتيز. النون بارتيسيبنتس هما بشاركهم الاكتيفيتيز بغض النظر هم ويل نو اور نو ويل نوت نو. عرفت كيف؟ يعني هي مش اللي بحدد لي بارتيسيبنت ونون بارتيسيبنت، انه عارفين انه هو مش انه هو اوبزرفر او لا.
انه شاركهم بحياتهم او لا. هاي هي. انا تخربطت مشان انه من الديس ادفانتجز انه يكونوا عارفين فبغيروا البيهافير. هي ما لهاش علاقه بان اخذتها انا بارتيسيبنت ولا نون بارتيسيبنت، هي انه هي فعلا ديس ادفانتج قد تكون احيانا اذا في حال انه كان هو مبين لهم انه هو عم بيعمل اوبزرفينج راح يكون في تاثير على البارت على البيهافير تبعهم. تمام. حدا تمام عنده اي دكتور. سؤال؟ تمام. حد عنده أي سؤال تاني؟ يعطيك العافية دكتورة. تفضل. الله يعافيك. دكتورة هسا هو سؤال عن المحاضرة الماضية أو اللي قبلها حتى. دكتور هسا بالنسبة للريلاتيف ريسك والكونفيدنس، عفوا الانترفال كونفيدنس، صح؟ كيف أقدر أحدد من هذول المصطلحين إنه في علاقة بين الكيز والإكسبوجر؟ أوكي. سؤالك حلو. الريلاتيف ريسك اللي هي حكينا احنا اذا كانت واحد فهي there's no difference between the exposed and non-exposed okay or diseased or not diseased في الاودز ريشيو. دقيقة شوي عدم مقاطعة عليك دكتورة، بس انت لما قلتي no difference يعني ما في علاقة بين الكيز والاكسبوجر، يعني ما في بيناتهم اي علاقة؟ ما فيش اختلاف، لانه هو اصلا قسمة اللي هي خلينا نحكي بسط على المقام، اذا كان قسمت واحد على واحد يساوي واحد ف there's no difference، اثنين على اثنين معناته هم نفسهم، ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد، إذا هم نفسهم. إذا أنا أي شيء أي شيئين بقسمهم على بعض وتطلع النتيجة واحد، إذا هم نفسهم، إذا there's no difference، صح ولا لا؟ معك الدكتورة، بالرياضيات 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 إذا البسط هو نفس المقام راح تطلع النتيجة واحد. فنفس الشيء relative risk والodds ratio، إذا طلعت النتيجة واحد معناته there's no difference between البسط والمقام اللي هم exposed non exposed disease non disease. أوكي؟ إذن أنا لما بدي أعمل interpretation بدي أفسر شو يعني relative risk عندي. إذا كانت واحد فمعناته there is no difference، معناته أنا ما فيش إشي، ما فيش علاقة، there is no association. تمام؟ لا، إذا كانت أكثر من واحد فهي معناته في علاقة إيجابية، it will increase the risk مثلا. تمام؟ إذا كانت أقل من واحد فهي علاقة خلينا نحكي إنه ممكن decrease the risk بمقدار معين. هذا احنا ما انا ما حكيت لكم اياه، وهو اوفر الشيء المطلوب منكم، لكن حتى اذا بدك تفهمها اللي هي اذا واحد اذا كانت اكثر من واحد، لذلك كنا نحكي لما انه كانت مثلا اثنين وكذا it will double the risk، اذا كانت ثلاثه it will triple the risk، صح؟ اذا هذا لما نحكي عن الريسك، اذا اذا كان اكثر من واحد، اقل من واحد it will decrease the risk. تمام؟ ماشي دكتورة، بس الريلاتيف ريسك كانت تكون موجودة معنا بالسلايدات، كانت تكون يعني مثلا رقمين، يعني من 1.3 إلى 2.3 زي هاي الكونفيدنس انترفال اللي بتحكي عنها 95 كونفيدنس انترفال. ال 95 كونفيدنس انترفال هي الرينج اللي ممكن القيم كلياتها اللي تطلع فيها ريلاتيف ريسك ممكن تكون عندي ضمن هذا الرينج. عرفت؟ يعني أنا أي اختلافات بالحسابات للريلاتيف ريسك أو الأودز ريشيو بدها تكون ضمن هذا الرينج. عرفت؟ فبالتالي انا لما اطلع على هذا الرينج، اذا هذا الرينج انكلود رقم واحد، اذا معناته ممكن انه يكون ما فيش علاقه بين الاكسبوز والنون اكسبوز، انهم زي بعض، اذا نحكي انه is not significant. اذا كان هذا الرينج رقم واحد not included، يعني كلياتهم فوق الواحد او كلياتهم تحت الواحد، في هذه الحالة مستحيل إنه يكون اللي فوق زي اللي تحت، في هذه الحالة إنه بيكون عندنا there's difference it is significant it is not due to chance. وضحت؟ تمام دكتورة، يعني أنا بقارن الـ odds ratio أو الـ relative risk بالـ confidence interval اللي أنت بتعطينا إياها، صح ولا لا؟ إذا يعني كان أنا حتى أعرف إنه مثلا طلعت عندي relative risk 2، هاي الاثنين كانوا due to chance ولا لا، بشوف الـ confidence interval. إذا كانت الريلاتيف ريسك خارج الكونفيدنس انترفال يعني في علاقة بين الاكسبوجر والديسيز. إذا كانت الريلاتيف ريسك مثلا خلينا نحكي 2 معناته there's double increased risk، هل هذا significant ولا لا؟ بشوف الكونفيدنس انترفال. إذا كان include رقم واحد من ضمن هذا الانترفال من اللي هي الفترة هاي، معناته it is not significant، معناته أنا الأسوشيشن هون عندي كانت ممكن تكون أوكي هي دبل الريسك، لكن it's maybe due to chance.
إذا ما كان رقم واحد included في الconfidence intervals معناته هون لا it is significant والنتيجة اللي حصلت الدبل ريسك هذا اللي حصلته it is not due to chance. عرفت؟ وضحت؟ تمام دكتورة، ونفس الشيء للأود ريشيو كمان صح؟ نفس الشيء للأودز ريشيو نفس الطريقة. إذا أنا بطلع على الأودز ريشيو أو الريلاتيف ريسك بشوف إنه في دبل الريسك أو في ديكريز ذا ريسك. تمام؟ إذا كان اثنين مثلا كذا فهي دبل الريسك، إذا كان ثلاثة تريبل الريسك، خمسة فهي فايف تايمز الريسك، صح؟ فهيك هاي الأودز ريشيو والريلاتيف ريسك، خلصنا منها. هل هذا الريلاتيف ريسك اللي حسبته أو الأودز ريشيو اللي حسبته هل كانت ممكن إنها فعلا في علاقة؟ Not due to chance، مش بالصدفة هيك طلعت، يعني ممكن صدفة وصدفة إن هيك طلعت معنا النتيجة. فبنسوي لها تيست ثاني وبنحسب لها الكونفدنس انترفال. هذا الكونفدنس انترفال بيعطيني المدى اللي ممكن يكون كل قيم الريلاتيف ريسك ممكن تكون فيه، اذا كان من ضمنها واحد it is not significant. وضحت؟ تمام دكتور، تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. حدا عنده اي سؤال ثاني؟ اموركم تمام؟ يعطيكم العافية ونراكم على خير ان شاء الله.